جديد في زون ميكس والتحق بنا ضيفنا اليوم اللاعب لاعب فانكوفر الكندي جاسر الخميري. جاسر اهلا بيك. اهلا بيك سلام وشكرا على الاستضافه. مرحبا بيك. هكا فانكوفر اي باهي ماسك نتاعك وجاوك باهي ابارمون شيء يخوف قاعد يحسبك باهي تقريبا باش نرجع تاخذ هذا الماكسيموم باهي. خلينا نسالوا جاسر شنو وضعيتك اليوم في الكيب نتاعك؟ شنو جديدك؟ شنو امورك؟ اون جينيرال بعد باش ندخلوا في التفاصيل. ثم شيء جديد معناتها كاي ملاعب في جامعته توا في فاكونس ثم عباد برشا عباد زاد يسالوا فيا شبيك شبيك ما رجعتش ما عادش معاها ماك طولت لهنا جوست حاب نوصل لهم اللي الفاكونس طويله شويه المره هذه خاطر وخرنا شهر في الشامبيونان هذاك علاش طولت تقاتوني فهمت. كيفاش بالنسبه الوضعيه نتاعك معناتها مازلت في ليكيب هذيك معناها ما بدلتش؟ لا مازلت انا صراحه 3 سنين ومازال عام معهم العام هذا. جاسر احكي لنا شويه خلينا نبداو من الاول الساعه البدايات نتاعك في الستاد كيفاش كان اول نهار خممت فيه تعمل الكوره تقرب شويه الميكرو جست باش يوصل الصوت. البدايات نتاعك احكي لي في الستاد كيفاش كانت اول نهار خممت تمشي تعمل فيه تكاور في البقلاوه اول نهار خممت فيه تعمل تيست في الستاد كيفاش كانت بالضبط؟ لا اول نهار ساعه مشيت فيه البقلاوه بالزرق هزني واحد قريبي ديما يجوني يكور في الحومه يقول ليش ما ترانيش وانا كنت بعثها عرفت عطيني كور مع ولاد حومتي ربع ساعه درجين في الشارع. بعد قال علي مشى يكلم بابا قال علاش نمشيش تاستي في الستاد مشى هزني. من وقت بديت من البوسان فرضت روحك ديريكتومون ما لقيت الصعوبات. وقتها مشيت تمام قعدت وقتها ترين ثلاثة جماعات مع البوسان ومن بعد طلعوني ديريكت ليكول. من بعد معناتها كاين ثلاثة جماعات هكا. معناتها سهلة كانت الانتجراسيون في معناتها دخلت موصين عليك انت بالاكتيف داخل. ما عندي حد جيت قلت لك بالزهر كيك مشيت شكون كلم بابا قال له زي تستي. وانا كنت صغير معناتها كنت طويل شوية كيك. مش طويل طويلة بس صعبة. اما تعرف مع البطاحي مع الكورة تدخل ديريكت في الطرحة فهمت. هكا كنت كور في الباطحة وتلقى روحك رابون وطرطو والشاي مزيب. خير اسهل. لقيت روحك ديريكت دخلت داخل في الطرحة. لقيت صعوبات ليه؟ لا 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 باهي. في لي جون كنت كيفاش كيفاش تعدى باركور في لي جون كنت تلعب ديما لقيت شويه صعوبات جات بيريود قعدت بناك ولا ديما تلعب كنت؟ كنت ديما نلعب في لي جون وعطيت اصحابي كما شادين عليا. اما جيت فتره في المينيم هكا في المينيم جيت فتره في المينيم لقيت فيها شويه صعوبات مع مدرب. علاش؟ مع مدرب علينا ذكر الاسامي مدرب معروف كان ملاعب قديمة في الستاد. اش عملك؟ ديجا كل مرة يحط فيها في بوست انا حاب يلعبني اتاكون كنا نلعب وقتها اكسيال. اي هو ديما في الـ في الـ في العمر هذاك ديما فلسفة لا قلت ديما في العمر هذاك ديما ما يفهمش معناها الواحد شنو هو يمشي يمشي هكا قاعدين يجربوا يبداوا يجربوا ولا عادي معناها ولا صغير اكسيال انا ونرتاح كان غادي في المينيم قلت لي مازال صغير ديجا وقت صغير نحكي لك ديجا من ليكول هذيك متعدد من كل اكسيال نلعب المدرب هذا في المينيم قلت له اي المدرب هذا في المينيم يسميه شكون مساش؟ لا ما يسميش عليه؟ عليه؟ نسيت على الراحه وتقبلنا زاد من بعد بفتره كبيره وقال لي تذكرك الايادات وكل شيء قال لي حبيت لعبك اتاكون سبحان الله باهي طلعوا للسنيور كيفاش؟ طلعوا للسنيور شنو كيفاش؟ اعطيني كيفاش طلعت للسنيور؟ شكون طلعك؟ لعبت ماتش باهي طلعوك الا في الصيف طلعوا الناس الكل كما نقولوا بالباله في تونس. كاي جمعيه معناتها في بريود داك الصيف بريباراسيون كما يطلعوا لعبات الجونيور. وصل لعمرك سينيور معناتها طلعت خاطر فهم لعبات لا 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 مش سينيور وقت جونيور مازال جونيور باهي ما با حتى سبور ما لعبتهاش في جونيور وقتها ما تعرف معناتها كيب جونيور ديما هما الاقرب للسينيور. واحنا وقت الجروب نتاعنا 97 باهين فينا كعبات باهين طلعنا قريب 6 هكاك ولا 7 وقت سيلاس عدريد يذكر بالخير هو وقت اللي طلعنا باش يجرب منا. من وقت لعبنا كونتر هلال السوداني هكا حسب ما نتذكر ماتش اميكا فما عصفوره قالت لي المدرب اللي كنت تحكي عليه هو وحيد الحيدوسي. لا لا مش هو وحيد الحيدوسي ساعه علاقتي طيبه معاه وخلطت عليه وقتها ماهوش انترونير مسؤول في الستاد. باهي العصفورة نتاعي طلعت غلط. باهي كمل لي قلت لي طلع كاس على الدريدي. اي
وقت لعبنا طرح كتر الهلال السوداني، وبعد الطرح قعدنا وقت روحنا نهار ثلاث كيف انك كطلبونا وقت قالولنا كعبتين مش ترجعوا مع سينيور تاخذوا مع سينيور. ونقطة بديت سهلة صعيبة كانت كيفاش؟ نيفو تبدل بين لي جون والسينيور كيفاش؟ بالطبيعة يا اخي من جونيور تلعب مع سينيور مع كيبا مش كيبا معناتها هلال وقتها هلال هلال لعبت وقتها وكرفت احرارة الروح وقت طفل صغير يحب يوري روحه عملتهم الكل ومن بعد قعدت جمع في التعب مرضت من الماتش هذاك عرفتك تحطه بالكل نتفكر لقيت صعوبات باش تفك حتى بلاستيك في استعدادها هي تحب ولا تكره مش جونيور باش تلقى ديريكت بلاستيك حاضر تعيط لك لهنا وقتها قدامي برشا فما شكون بس امام ماكس عليه بس امام كان قدامك في هذا حمدي الويد امير التميدي كيكا هشام عباس اي برشا كثير صعيبه معناها بالطبيعه العام الثاني الثالث فكيت بلاستيك وقت ايش؟ انا وقتها بريود تاع ماهر وقت جا ماهر وقتها بظهرك انت العام اللي وصلت فيه انت العام اللي عام تطيح سي ولا عام هذاك يا زلمه خويا عام قايبه اش نحكي لك معناتها في البريود هذيك وقتها واحد يكور وكيف ناسيونال وقتها جونيور باش عطاني تلقى روحك تلعب على تيوح مازلت صغير وقتها اول عام في السنيور وختامه مسك زاد طاحت معناها هذيك معناتها ما طاح شويه المورال هكا حياتك كل تشوف روحك في الستاد معناها تلعب سينيور الستاد معناتها كيب كبيره ما عمرها ما طاحت في الديفيزيون 2 تلقى روحك اليوم في معناتها في رابطه فين نسوي حتى مورال الموت مس ولا مورالمون مش تمسيت غادي متمسيت انا ديجا نهار طرح المرسى نغرد كالطفلة اما خويا ميم طون وقتها تلمينا وقتها قعدنا ولاد استاد الكل وحكينا في لازم تحكي فهمتني ديجا رجعناها في عامتها معناها كما رجعتش نحكي لك انا كارتو تابل معناها كما رجعتش العام هذاك ما عادش ترجع احكي لي الماتش هذاك مع المرسى هذا الماتش عمل برشا بوليميك وصارت فيه برشا حاجات قول شنو ما صارش في الماتش هذاك صار برشا حاجات فيه هاي ضرب ومضروب خويا واحد يقول باين طرح والاخر اللي الاخر شارين والاخر اللي ما تفهمش فما بيوع وشراه هو فيه صار الله اعلم انا خويا صغير وقتها مش فاهم اللعبه فمش ملاعبيه من استاد بايعين الماتش الله اعلم خويا والله ما دام جبت لي ما سمعت اي سمعت اما ما حضرت على شيء يا خويا ما دام ريش بعيني ما نجمش خلص جارديان يوسف طرابلسي وقتها عمل ماتش كبير لكن اللي بيتو في سبيتال بيتو خويا بيتو خطيك ايه انا مشيت خويا عملت هكا بعد انت ما لعبتش الماتش هذاك ولا لعبت؟ لا قطع البنك على البنك باهي من وقتها بديت ياسر تلفت في الانظار حتى بعد الرجوع لرابطة لولا كل ميركاتو تحكي على جاسر في جامعة هي اي معناتها شنو معروض وصلوك وقتها؟ دخلنا في حاجات ما نجمش نحكي فيها مرات علاش؟ وقتها بدي احكي تعديت وفات الحكايه هذه ملابره واش نقول لك حاجه ثانيه اذا ما حاجات الملاعبين خليهم عندهم ما يعطيهمش بالحق علاش ما همش اسرار اخوي في العالم الكل في العالم الكل الناس ما ملاعبيها وتحب عليه فلان بالعكس غادي يقول لك حتى قداش عطاوها فلوس صحيح تم عمرك ما سمعت جوار قال لك جماعه هذيك راه تحب عليا وتحب على هذيك وقت يتكلم وقت يصير كل صح والوراق كل حاجه كل جوره تشد بلاصتها انا اللي نعرف الاسبيرونس طلبتك وقتها الكلوب طلبتك كان بحضيه حتى جاي بن عيسى لهنا رئيس ملعب تونس حكي على ديزوفر من فرنسا نتفكر اصلا المصري البورسعيدي واخا طلبتك اعطينا خويا شنو صحيح والغلط خويا ما تكونش معنا مش حاح اعطينا اللي فما انا حابب نوصل لك تي ميساج هكا وانت فهم وصل لي بيه انا قلت لك اللي هو شنو الميساج؟ قلت لك حاجات هذيا ما قلت لك الملاعب راه يخليها ما عندهم ما نجمش يعطيهم وقتاش يعطيهم لك؟ وقت يصير كل شيء معناتها وقت اللي يصير كل شيء تعديت الحكايه تي ما ثما كواليس ما تعرفهم مش اللي لازم تخبيها معناتها عدي تسمع بها في الايام الجاي ما نجموش نحكي عليهم نحكي قبل راهو تي ما قبل وثما حاجات تو نجم تربط مع بعضهم فهمت؟ بيعيش اسمك كي تربط ديما بالترجي والله اعلم كلموك قبل الترجي انا نكبش خويا راه اي نعرف هاني معاك يا سلام هاني معاك في بلاتوات اخرى ما يصيرش يتعداو من نوح باش تعطيني الصحيح شنو هي حكايه الترجي علاش ديما كل بلاتو ترجي كل قلت كل بلاتو دوختني هاك كل ميركاتو ديما اسمك تربط بالترجي
سليب سال كونتاكت قبل سليب ايه يعني قلت لك شنو قلت كل شيء بيجي في وقته بيت او فما حاجة ما عنديش خليط عادة نقول لك كل شيء وكها وطبعا نجيبهم لك الكل صبهم لك في دوسي بقى باهي نحكي تحب تحكي على اليسار سليب على اليسار قلت لي اخترت فانكوفر وقتها علاش اخترت فانكوفر هي هذه حاجة صارت نسيت الجواب اي صحيح اي وقتها تم ثلاثة جمعيات اللي هما اللي هما انت عاد كيف تعرفهم مش كل شيء يعرفوا ليسبيرونس خويا انت ما نعرف قلت باهي احكي لي على فانكوفر علاش اخترت فانكوفر اخترت فانكوفر خويا خاطر الجمعية الوحيدة حسيتها شريتني وقتها انا وقت البريود هذيك مضروب ثم جمعية وقتها الأوروب قالوا لي تعال ناخذوك معناتها بري كونترا تعال معنا بري كونترا وناخذوك في جوان تجي معنا وانا وقت البريود هذيك مضروب معناتها ملاعب ذكي ثم فرق بين ملاعب ذكي وملاعب يتبع الفلوس علاش ملاعب يتبع فلوس يقول لك انا في الأوروب ناخذ معناتها نعمل بري كونترا ومن بعد في 6 شهور تنستنى 6 شهور نمشي للاوروب انت لا قدر الله انا وقتها مضروب قول شكون قال وقتها باش نرجع انا نترينا شهرين ثلاثه انا نضرب مره اخرى بينما فانكوفر خويا جات حاطه الفلوس وخلينا ناخذوك انا مضروب نكفل بيك انت في بلاصه تاعك انا عشق يعني اخترت خويا مشيت بالطريقه هذه وما ندمتش عليه خاطر الشيء اللي عملوه معايا كان فما من الاوروب حاجه كان فما من تونس ومن مصر ومن الاوروب والروفر تاع فانكوفر جاء اخر واحد الاوروب جمعية باهية باهية ديفيزيون الاولى باهية بطولات الكبار انت تنجم تسميها من الاوروب بلجيكا بلجيكا ما تحب تسمي في تونس سمي من الاوروب على الاقل باهي بلجيكا اي شنو بلجيكا باهي بلجيكا اللي خذيت كي جيم بنزا سيركل بروج بلجيكا باهي بلجيكا اي دونك على ذاك اخترت فانكوفر وي قلت لي اخر واحد جاك الاوفر وي قلت لك جماعة حسيتها معناتها زيد جماعة تحس ملاعب معناتها شارينه وحطوه في الإطار زيد ثم فرق كبير ديجا قلت لك أنا شفت اللي شفت عليه عملوه معايا عمري أنا عمري ما شفت ملاعب يصبر معاه 6 شهور مضروب يصرف عليه ويداوي فيه وما تبدلوش معاه قعدوا معاه نفس كل شيء ما تبدل شيء باش نجيك بعد شوية البدايات نتاعك غادي كيفاش جاك الأوف لوفر جيني سليم بعد طرح ايطاليا كنت تفكروا كمان ما تشا ميكام عليك الاولمبيك هذاك هو طرح نجم تقول فيه 70% الكونترات نتاعي عملت ماتش كبير وقتها انت وعمر رقيق لعبتوا في الاكسا ايطاليا تفكر فيها مويسكين لعبتوا في البي اس جي هكا ولا ايه كالابريا وقت برشا وقتها جمعيه باهيه يعني دونك كلموك وقتها بداوا يتبعوا فيك وقتها انا نتصور من غاديك تو جايك الحديث خاطر كي مشيت غاديك نقل نترونو تاع الاكسالات تاليني اسمه فاني فهمتني كوسلت غاديكا والموضوع جبدوه لي معناتها خزالي خلي معناتها ماتش باهي اللي لعبت ونجم نبني عليه برشا حاجات ريت برشا حاجات فيه وزاد كان نجم ندم نذكر اسمه كان اي مثال ياسر ياسر يعيش في البرتغال اجون جوير هو كان ديريكتور في فاتيما هو زاد اللي صار كونتاكت معه هو خاطر صح الانترنور تاعنا عنده علاقه بيه معناتها شافني هو جاب الكونتاكت خذ الكونتاكت تاعي مع الاجون تاعي مش معروف برشا في تونس لا لا بعيد جمله في تونس ما يخدمش في تونس دونك هو اللي جاب لك الحكايه بعد صارت مشكله بين الشركه هذه البرتغاليه وملعب التونسي على حكايه فلوس والله سمعت بها وما سمعت اللي ثم مشكله ما عندكش دخل بها انت صحيح انا خويا يعطيني تيران وكورتي واموري داريه ما دخلش فيها مليار و200 كانت الصفقه 400000 دولار بالضبط واللي كنت يظهر لي مليار و600 في 3 سنين اللي كنت هذيك اللي خرجت خويا الكلام اللي خرج جاب ليه اللي خرجت ما هيش غالطه جمله هذيك معناتها ماهوش هذاك الموضوع خرج مش هو الجمله معناتها اكثر ولا اقل اكثر ولا اقل ما قلتلكش قداش قلت لك قول لي اكثر ولا اقل هاني مانيش طماع اكثر خير ما عرفتش كيفاش خرج الكونترا هذاك ومنين وكيفاش هو ما هو صحيح خاطر تبعث كونترا الاول ورجع تبعث واحد اخر ورجع فهمتني تبدل مرتين الكونترا صحيح هذاك واحد منهم معناها المونتون اللي خرج هذاك صحيح فهمت انت ما قبلتوش ولا جون تاعك الكونترا فهمت قبلتو الثالث صحيح واضح ما تقوليش علي قداش معناها باز باهي مازالك عام
مازال يعني في ديسمبر ظهر لي 2021 يوفا كونترا توكو. في جام في جام في جام في خاطر ظهر لي ما يمشوش كيفنا في في الملاس بالليدات وحتى النظام تاع الشامبيونات مش كيفي كيما الـ NBA يعني. فسرنا شويه مثال جيس احنا كيما الـ NBA معناتها الشامبيونات تبدا في فيفري كي ما ترى ما تمشيش بلاي اوف تكمل في اكتوبر تمشي بلاي اوف تكمل في نوفمبر فهمت وما فماش بطبيعه لا تريح لا هبوط لا طلوع لا لا كيما الـ NBA كيما الـ NBA بالضبط علاش لا تروح لا طلوع به من حال من حي شعبي في تونس جاسر حي تضامن تحيه لكل مستمعينا في حي تضامن تحيه لحي تضامن خويا سلام عليهم الكل الكندا والبطوله الامريكيه بون مشيت غادي انا مشيت لامريكا شفت خويا شي دوخ بنايات عاليه وما تلهوتش شويه ولا بتبيع سيبي خي شي دوخ بتبيع تلهوش ديجا اكثر حاجه اكثر حاجه تمشي ماكش عارف اللغه معناتها انا كي مشيت نعرف يس ونو وشوية تناوش فهمت اه قرية باس باس اول شيء اول ما مشيت غاديك جمعتين الاولى حطوني نقرا وغاديك سليم كل يوم تسمع تحكي بالانجلي بتبيع باش تكبتي بصيف عليك فما طرفة صارت لك وثم اول حاجة وثم حاجة زاد عاوني فيها ثم انترنر مروكي غاديك انت تاع جاردانيت ما فهمش حاجة هو يفسر لي فهمت بعد خلطت عليه عدنان اللي هو زاد عاوني اكثر عدنان علي عدنان ايه نتاع العراق جاي من اودينيزي ظهر لي وقتها ولا مشى لاودينيزي بعد حاجه هكا من اتلانتا لاودينيزي اي اودينيزي اودينيزي فانكوفر تدخل تعرفوا هكا تو به فما تعرف صارت لك حاجه هكا وانت غادي ولا ما مشيت في برشا 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 حاجات حاجه قعدت في بالك ولا برشا اقسم بالله فمش حاجه قعدت في بالك هكا علاش ما مش حاول نذكر تو باش نقلب شطر الوقت باهي هذا الاخر الحصه كي تذكر قل باهي مش مغرومين برشا بالكوره غادي بالفوت في كندا هذه الغلطه تاع لعبات الكل خويا شنو تاع لعبات الكل؟ غلطه تاع لعبات الكل خاطر بعد جمله احنا ما نتبعوا جمله لا ما مش مغرومين خويا انا مشيت قلت لي غلطه تاع لعبات الكل او اول حاجه عندهم الفوتبول الامريكي صحيح ثانيا الام بي صحيح وبعد هم مغرومين حتى بالبوكس والهوكي سو الجلاس الفوتبول جيم بعد هذا الكل قداش جي جمهور كل طرح لا نشوف اي شفت مثلا الماتش تاعك شفت برشا حواس الجمهور اي اما هم مش كيفنا برشا عباد معناها مثل مش كلامين هذا كلام هو معناتها بيت العشر سنين الاخرانيين تبدل الجمله المواطنيه تاع الكوره اوكي تبدلوا معناها انت كوب دو موند جاي بعد قطر وين؟ في امريكا كندا كندا وامريكا هما على سوا عشان يخدموا تا علي باس قاعدين ديجا ما كانش فيها ديفيزيونات هي كندا قاعدين يعملوا في ديفيزيونات فهمتك معناتها عباد مغرومه غادي مو صحيح اللي مش مغرومين برشا ها بيناتنا ها في البلاصه هذه خويا شوف انت 10 سنين 10 سنين الاخرين كيك سبعه تشوف شنو فوتبول يولي في كندا ديجا في ملاس توا ليفو اخر لعب بيا كولا تحب تجي لملاس توا راك تشوف انت توا من اخر واحد معناتها هيكوين توا جاي ثم برشا زاد ملعبيه يحبوا يجيو هم المنبر هذا ما بيناتنا تنشوفوا معناتها به البدايه نتاعك صعيبه شويه كانت جاسر هذي اول ما مشيت منين؟ الفانكوفر بالعكس كنت مشيت بليسي اي اي دونك صعيبه ما لعبتش من الاول بتبيع بليسي ما تلعبش اما كي رجعت لعبت ديريكت معناتها وكونتر شكون كونتر جمعيه كبيره كونتر زلاتان اول ماتش هذاك معناتها اي اوبشن جيك البدايه من معناتك انك تمشي معناها وتلقى روحك صار لك الغلطه الطبيه لهنا في تونس وخطا طبي معناتها صعيبه هذا الشيء صعيب علاش كنت طبعت الفلوس راني لتو في تونس كنت نجم حتى نمشي غاديك كيفاش؟ ما قلت لك مثلا قلت لك هاي سيدي صححنا تو البري كونترا وصار وعندي الفوت في ركبتي هذيك راني ترين زي معتين اخرين ثلاثة اول مرة جات راني عاود تضرب مرة ساهة ولا صحيح هاي بعد ما نجمش نمشي غادي يقول كذا سعيد تضرب في ساهة ليش كنت تحمل الغلطة اللي صارت لك وقتها؟ شنو؟ بلون هذا تسمى في الراديو ليش كنت تحملها للطبيب العملية ما نجمش نذكره خاطر يخدم على روحه هو ربي عينه خويا ان شاء الله يتعلم من غلطه كان نجم يقبلك على مستقبل خويا ربي خزر لي برضات الوالدين كلمته ولومته ولا لا كلمت بالحق ولا لومته ولا ما خممش حتى نيه سيئه لا ولا مش نيه ظروفه مش نيه عنده عائلته ليه يخدم على روحه وربي عينه مش عليه يتعلم من غلطه قلت دونك مع به تو تعديت على الضربه هذيك سي بون تو الحمد لله قلت لك الاسلام راهو كان اللي عملوه معايا راهو بالحق حتى كان نخرج معناتها شو قد من الاخر عباره عصفور جناحه مكسر
وركبوا له واحد جديد اسبون من جديد على الاخر على الاخر على الاخر تحس في روحك تو تبع على الاخر في الحكايه دي حسيت اخر من قبل باهي بظهرك اول ماتش مع زلاتان فالي لو فامو ماتش الناس الكل ظهر لي في تونس تبعت والناس الكل في العالم حكيت عليه ظهر لي هكا ولا سيبو خايب ولا ماتش صعيبه احكي لي شويه كواليس ماتش هذاك زلاتان ابراهيموفيتش اليوم 38 عام تقريبا هاز الميلان اللي هي الاولى في الكالشي وحده اسلام بشار هذاك مش عادي اقسم بالله كي تشوفه يجري في التيران تقول هكا خور صغير مني بالرسمي بالحق تتعلم منه برشا حاجات انت كيفاش لعبت له معناتها كيفاش اسلام انا راني دخلت معناتها بحاجه اخرى جمله راه انا كي جيت نلعب قبل في الماتشوات ونلعب راني دخلت كيكا برا وخايف شوي انا ذاك الماتش باش نرجع فيه اول ماتش عندي انا وما ليس كامله تتسنى فيه معناتها تتسنى في شكون هو ذا التونسي اللي جايبينه دونك دخلت مونتاليتي نتاع يا ذا اللي طيرني الفوق يا ذا طيحني معناتها دخلت موتيفي برشا صحيح انا خفت منه بعد الماتش اكثر من الماتش فهمت السهر بعد الماتش يا ذا كي تشوفه كيفاش طاح الكابيتان ماركين انه في الاخر اي 4 3 ولا 3 2 يسب فيها جيرون ترونور دزو هو بعد دز الانترنور نتاعو اي يتصرف معنا كما تصريحاته بعجرفه وتكبر خويا في التيران كيفاش؟ في التيران هو ما تبدل الكاركتير تاع الملاعب صارت بروفوكاسيون حاجه بيناتكم غادي ومن هنا شادت بعضها ضرب صارت ضربته هو سبني مش فاهم في نفهم وين نرجع من هنا حاسد علاش؟ غلبت عليها بطبيعة تاكور مستنسي ماركي في الماتشوات في ثلاثة وديجا ماركا كان بونتو بركة ثم بونتو معناتها كان تفرج فيه الماتش اخر اي شوف بونتو طلعت عليه في اللفة اي صحيح صحيح تفضل اي بروفوكيتو شوي انت ولا خليته واحد يكون دي كان ركز معنا خرج نصوص حمراء الاربيتر صاروا برشا حديث في الماتش هذاك يدي هكا يتبهل هكا يرجع عفس لي عصابات وانا نرجع نتبهل نصدم فيه هكاك خرجت الخماج الدابة توزي انت ظل لعبت له بذكية ما لعبتش لصيق له خليت شوية بيناتكم هكاك هو يحب هكا شكون يرسق له باش يعمل له هكا يخليه وراه انت خليت ميتو ديما بيناتكم ياخو حذرك منه خليه يدور هاني قرد هيل ما دارش هكا يرجع لقيدي خويا يلعب اصحابه وامور ما حبيتش تاخذ مدريد بعد ماتش ما حاولتش حاجة هكا ملاعبي صغير حتى كان يلعب في تونس يلقى روحه قدام نجم عالمي كبير تقريبا اللي هو زلاتان ابراهيموفيتش ما خممتش فيها جاش البالك تاخذ مريول ولا حاجه شوف الملعب هذاك ما يعطيك انا اصحاب امراه يعني ديجا عندي اللغه اش معناها من اصحاب 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 ما كاو يعطيك انا اصحاب معناتها يبدا تصاحبه من الجمعيه نتاعك هكا من يبدا تصاحبه من فريقك ولا حاجه معاه مثلا ولا ولد بلاده معناتها باش تمشي وانت تقول له نبدلوا ما يقول لك لا سمعت هو جاي هاك اللي شبه له هذاك كنت فرج فيه الفيديو اي هاك برجع تاني يمشي تلفت لقاه وداز مشي تشغل عطيه مريول داز وداز ما تفرج فيه الفيديو لا ما شفتهاش الحقيقة قال لك بعد دازو قال لك لعبة هذاك ما يعطيك لصحابه ما كان دونك انت فاهمة خليني بقدري سليم طويل موت خويا صحيح كبركة ملعبة كبيرة ما مشيتش نقول لعطيه مريول باش يعملوا معايا صاحبي ما فماش ما فما لعبة اخرين كبار لعب ضدهم ولا كان زلاتان انت ما لعبتش برشا ماتشات ظهر لي ما زلت لعبت كونتر تشاريتو لعبت كارلوس فيلا شنو الفرق ما حتى تشاريتو ملعب كيف نيفو كبير وروني زاد كان فكروا اي معنا غادي تعبوك هو تشيشا يتحرك برشا زلاتان بون ينجم هكا مش نفس البروفيل صحيح يعطيك ضربتين انه ما يحب ياسر يلعب بظهره هكا الاخر يتحرك برشا يا خويا ما يتعبش اي انت نصارك يتعبك شعيته اكثر حتى ديما الملاعب يبدا طويل وقبري يحب لك العركه في وسط اللعبه الملاعب يبدا يجري برشا يقلقوا ولا يقلقوا من الاخر يتعبك مونتال مو اكثر تكي برشا تكتيك مو قوي برشا فهمتك بالمشي بركة يتعبك تلفت تقام من هنا تعاود تلفت القهوه من هنا ما تفهمش به بعد شويه باش نحكيو على وضعيتك اكثر اليوم في فانكوفر برشا كلمات قلت لي يتقالوا اليوم بعد عودتك لتونس موجود في تونس عندك مده نحكيو على علاقتك بالمنتخب ايضا نحكيو شويه على المنتخب الاولمبي برشا مواضيع استناونا مثلا مواصلين حتى ال 15